سيدتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الأخبار الحصرية للكرة الجزائرية. قبل البداية اشتركوا بالقناة وضعوا لايك لهذا الفيديو كي يصلكم كل جديد. مدرب فرنسي يفاجئ الجميع بتصريحه القوي عن نجم المنتخب الجزائري يوسف بلايلي. يبدي التقني الفرنسي رولان كوربيس تفاؤلا بنجاح اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي في فريقه الجديد بريست. ويعرف التقني كوربيس اللاعب بلايلي جيدا حيث سبق وأن دربه في فريق اتحاد العاصمة. وقال رولان كوربيس في تصريحات لموقع الفرنسي لوديسي سبور إنها خطوة ممتازة أقدمت عليها إدارة نادي بريست. لم يفلت بلايلي من عيني بالماضي ونجح في توظيفه مع المنتخب الجزائري. أتوقع أن يحدث هذا اللاعب مفاجأة سارة في بيت بريست عند نهاية الموسم الحالي. وقال أيضا أعرف التقني ميشيل دير زكريان مدرب فريق بريست جيدا، وأعتقد أنه سيحسن بدوره الاستثمار في موهبة بلايلي، ومن يدري كيف سيصبح بلايلي مدلل أنصار نادي بريست. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء.